مرحبا بكم. اليوم سنتعرف على الدالة الجديدة وكدرس خفيف جدا سنكمله في دقائق. الدرس يتحدث لنا عن الدالة تي أو ان سي اندكس اس تي ار. هذه الدالة تبحث لك وترجع لك قيمة عددية لبوزيشن أو وضع السترينج في مجموعة من السترينج ليست أو عفوا مجموعة من الاراي اوف سترينج. المثال سيوضح لنا كل شيء. تي باتن هنا تكتب string التي تريد أن تبحث عنها ولدينا ال NCSTR الشيء الذي نسميه دالة فهو موجود في القسم STR Utils. فهذا القسم موجه لكل الدول المتقدمة الخاصة بالstring تعمل مع string. سنقول له NC Index STR هذا هو اسم الدالة. سيقول لك ما هو التكست الذي تريد أن تعرف البوزيشن الخاص به. هذا هو مصدر التكست وهنا تكتب له القائمة. سنكتب قائمة يعني قائمة لا يوجد لدينا قائمة معدة مسبقا أو مصدر. سنكتب له القائمة التي نريدها مثلا أحمد ورؤوف وعلي و خالد. هذه هي السترينجز او الاراي اوف سترينجز كما ترون. فكما يقول لنا الاي فاليو هي اراي اوف سترينج وهذه الاراي اوف سترينج التي قمنا بعملها نحن. النتيجة هي عبارة عن انتجر. يمكننا ان نستخدم هذه الخاصية اذا وجدها اكبر من الصفر القيمة اكبر من الصفر then show message. مثلا سنقول له تم إيجاد ماذا؟ تم إيجاد المدخل ووضع ورقمه أو شيء آخر هو ورقمه هو. سنضيف له هنا plus NT2STR ونقول له NC index. طبعا يوجد لدينا index str و index text والوضع يعني واضح جدا والفرق واضح جدا. كما ترون الان وقعت في مشكلة وهو الاستخدام السيء. لذلك بدل استخدام هذا الشيء واعادة كتابته كل مرة سنقوم بعمل متغير var e وهو عبارة عن integer. هذا المتغير الاي سيحمل القيمة التالية وبالتالي سنقوم بمقارنة الاي هنا والنتيجة التي نضعها هنا. ستكون الاي بدل إعادة كتابة الدالة من جديد. هكذا كل شيء واضح. ونقول له في حال لم يكن أكبر من الصفر سنقول له show message. نقول له مثلا المدخل غير موجود. نجرب التشغيل. لدينا يعني الأسماء أحمد رؤوف علي خالد. سنقوم بكتابة اسم لا شيء مدخل غير موجود. سنكتب له اسم أحمد استعرض الكيبورد أحمد ويقول لنا غير موجود. أين هو المشكل معه؟ أحمد يقول لنا غير موجود أكبر من الصفر. أحمد سنقول له رؤوف نعم واضحة. إذا يعني ليست أكبر من الصفر أكبر أو تساوي الصفر يعني أكبر. ويمكننا أن نقول له في شيء آخر هنا مثلا أكبر من الصفر أن أور أو تساوي الصفر أو تساوي الصفر. يعني الآن ستعمل بدون مشاكل عندما نقوم بإدخال أحمد. سيعطي لنا ويقول لنا رقمه صفر وخالد رقمه بالنسبة للترقيم وهو ثلاثة يعني يبدأ من الصفر. يعني هذا هي فكرة الدالة ANSI index string. ويوجد النسخة الأخرى عندي index text. الفرق واضح طبعا إذا كنت شاهدت الدروس السابقة. أتمنى أن يكون أفادكم الدرس ونلقاكم في درس آخر إن شاء الله.